من جديد معاكم في شباب سيدتي، واكيد مكملين بالنسبه للي صار في الغناء. حاولوا تتغاضوا. يعطي العافيه طبعا راب، احنا نوجه له تحيه ونشكره على وجود اليوم معنا. ودائما اذا حابين تسمع مقاطع اكيد اكتب رياب احمد او رياب في اليوتيوب، تلاقوا كل مقاطع وكل المعزوفات اللي هو بيعزف. حسابه معي ان شاء الله بعد ما تخلص الحلقه. الان حنبدا في اكيد معلومات خفيفه كالعادة. المعلومات هذه ممكن تصدمكم، ممكن تكون غريبة، ممكن ما تستوعبوها، ممكن تقول لك طراد أنت من فين جاب هذه المعلومات. خلينا نشوف أول معلومة معانا. في حاجة ممكن ما ينتبه لها، وهي أنه لوحة الموناليزا الشهيرة كانت بدون حواجب. إذا كانت موضة النساء زمان يعني أنه يشيلوا حواجبهم، صراحة أنا كويس ومبسوط جدا أنه ما صارت موضة الآن، لأنه كان ممكن الوضع يكون مختلف. بس غريبة في حقيقة، يعني ليش من غير حواجب؟ زمان يعني كانوا كذا هم، يعني في الصورة غريبة، يعني هي أصلا كلها الصورة كلها عبارة عن ميستري. يعني معلومة ثانية يقول لك الإنسان يقدر يعيش بدون أكل لمدة شهر، لكن يعيش لمدة أسبوع بس واحد من غير موية. إيش الفكرة؟ إنه لو نسبة المياه في جسمك قلت بنسبة 1%، أنت تبدأ تحس بالعطش، لكن لو قلت عن 10% ممكن لا سمح الله إنه الإنسان يموت. طبعا حاب انهي بمعلومه صغيره وسريعه جدا جميله. يعني لما يكون الواحد فينا يعني ما يكون عنده فلوس، يقول يا ريت الاقي شجره تثمر فلوس، او ممكن يروح الخيال بعيد، يا ريت عندي ماكينه طباعه عشان اطبع فلوس، او يعني الواحد بيقعد يتمنى. لكن في الاخير احنا لو نجي نفكر في حكايه النقود الورقيه نفسها، الفلوس من ايش مصنوعه؟ ما هي من ورق. احنا نقول النقود الورقيه لكن ما هي من ورق هي اصلا. تحديدا الفلوس هذه مصنوعة من المادة اللي هي خليط من القطن واللينين. اللينين طبعا ممكن ما حد يعرف اللينين، القطن معروف، لكن اللينين هي مادة ينعمل منها القماش. تحديدا هذا القماش بيكون يعني شوية مكرمش، فمرة لا تخيلوا انه هو ورق عادي. ف يعني نحاول نخرج من اي خيالات في بالنا ونشتغل ونتعب عشان نجيب لقمة العيش. طبعا الان لابد يكون في عندنا فكره غريبه ممكن نستخدمها في البيت. انا اتمنى صراحه انه يعني حتى لو ما تقدر تسوي الافكار هذه اللي احنا بنقولها كل يوم، ترى قولوها الناس عندهم هذا الشغف، عندهم الحب هذا لاعاده تصنيع واعاده تدوير الاشياء اللي هي المكسره او اللي مركونه في البيت. اليوم فكرتنا جدا جميله وبسيطه جدا، هي حنستخدم طبعا فيها اطارات السيارات القديمه اللي ممكن تكون خطر على البيئه، فاحنا ممكن نحولها لشيء جدا جميل. نجيب اول شيء هذا الاطار، طبعا الصوره راح تنعرض قدامكم. نجيب الاطار ونثبت عليه قطعه خشب دائريه بالضبط على قد الحجم اللي حجم الاطار نفسه. ما اعرف كيف ممكن تقصوها، في محلات النجاره كثير ممكن تقصوها، وحتى في البيت اذا كان الخشب خفيف تجيبوا عليها اللي هو اللصق العادي، مو الدبل تيب، لا اللي هو اللصق الفردي، وتقعدوا تلفوا نفس الخشبه بالاطار دائر ما يدور الى ان تكتمل كل الحلقه بالشريط اللاصق. ممكن تستخدموها كطاوله او ككرسي. لو كانت طاوله على فكره ممكن تحطوها على الارض وفوقها قزازه، تقصوا القزاز برضو عند اي احد يقص القزاز، او ممكن تجيبوا قزاز عندكم ما تستخدموها. صدقوني حتنفع، انا جربتها. ليش قاعد اقول لكم التفاصيل هذه؟ لانه جربتها قبل كده في احد الاستديوهات زمان اللي قدمت فيها، فطلعت جميله. يعني ممكن شكل تقول يا الله كيف حيطلع، حتطلع بايخه او ما هي حلوه. انت ممكن ترش هذا الاطار، ممكن تلفه بلصق، ممكن يعني في مليون حاجه ترسم عليه، تزينه بخرز اذا كنت بنت يعني تزينيه بخرز او باشكال. فعندكم مليون طريقه وطريقه، وعلى حسب كل شخص ايش حاب يسوي. ممكن برضو تشاركونا، ارجع اذكركم شاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي يقدر يسويها او اللي سواها قبل كده يصورها ويرسل لنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر انستغرام فيسبوك الظاهرة على الشاشة.